النهارده كمان أدلى لاعب تنس الطاولة إبراهيم حمدتو بصوته في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم واللي مستمرة حد 2/3. طبعا إبراهيم حمدتو أكيد أنتوا عارفين واحد من أشهر لاعبي تنس الطاولة في البارالمبيكس في العالم. معانا على التليفون إبراهيم بنفسه. أهلا بيك إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله والله يتنعم. الحمد لله. مهم عندي ان انا اسالك، شفت النهارده الصبح المشهد الانتخابي ازاي وانت رايح لجنتك الانتخابيه؟ لا الحمد لله رب العالمين، دايما يعني قريتنا كفر سند البلد، يعني بنسميها الجمهوريه داخل الجمهوريه. يعني النهارده كان في حشد غير طبيعي، يعني الواحد ما كانش متخيل المنظر الحلاوه والجمال ده. النهارده في النهارده يعني ملحمه وطنيه جميله قوي النهارده بتمثلها كفر سعد البلد. يعني كانت التصويت بالنسبه لك كان سهل، كان ميسر، شفت انه الاجراءات جيده؟ لا احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، يعني النهارده كان في توظيم رائع. النهارده المستشارين اللي موجودين بيرحبوا بالناس، يعني النهارده كان في سلاسه في الموضوع، ما حدش كان بياخد اكتر من دقيقه، وكانت العمليه يعني في منتهى الامان ومنتهى الحرص ومنتهى السلاسه، يعني ما حدش حاسس النهارده ان هو كبير. يعني طيب كابتن ابراهيم، ايه النصيحه اللي تقدمها لكل الناس اللي لسه ما نزلتش؟ والله انا يعني احنا بالنسبه لنا كرياضيين بنقول ان اعظم وسام الرياضي بيحصل عليه هو السلام الوطني خارج ارضه. النهارده احنا بنقول ان الوقت اللي احنا فيه ده السلام الوطني الثاني، يعني انتخابات ان انا اجلي بصوتي ده السلام الوطني الثاني، فلازم كلنا نحترم السلام الوطني، وكلنا النهارده نلبي نداء الوطن، وخاصه في المرحله اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي من الاجواء اللي حوالين مننا. النهارده لازم كلنا يعني حته ان احنا بنحب او بنكره، لا احنا كلنا في الاول وفي الاخر عايشين في وطن في امن وامان، فلازم كلنا ننزل ونشارك ونقول راينا ونقول للعالم كله ان مصر النهارده فعلا يعني كلها ملتفته حول القياده الجميلة اللي احنا النهاردة عايشين بسببها في أمن وأمان. أنا بشكرك جدا 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 يا كابتن إبراهيم، كل الشكر كابتن إبراهيم حمدتو بطل تنس الطاولة في البارا أولمبيكس.